يعني كانوا طلعوا جوا برضه كانوا في مستوى جامد يعني انا كان فيديو جديد و طبعا كما سجل فيديو كل فيديو بس ما اقدر الميموري فول فمسحتهم الحين قاعد ها تسجيل يا ربي كيف معي الموقف فخلاص اترككم المقطع بس كنت كانت طلعت النتيجة 3-2 انا 3-2 طبعا ماكو وبس تشكيلتي وهذا وبنهاية الفيديو نخلص المباراة اطلع اقول لكم كان هجومي اجويرو سواريز سواريز وقمس لين طلعت قمس ودخلت اجويرو وبس يلا سيرو ضيعت الكور او شيء كذي طلع تمام بس اشوف انه يمكن ما سجل او شيء.